الآن أحكي لكم هذه الفائدة، أقول لكم هذه الفائدة. ورد في الحديث من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حأرجع عيد لفظ الحديث، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الكلمة المباركة الاستغفار لو مرة واحدة قلتها لك هذا الخير، وما كان أكثر فأجره أكثر. فلا تتركوا هذه الفائدة، قولوا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قولوا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الحي القيوم بصوت